مع أن الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها، الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينام وهو جنب قال نعم إذا توضأ، سأله عمر قال يا رسول الله ينام الرجل وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فالوضوء لا يرفع الجنابة ولكنه يخففها. نعم.